ادينا جينا. هنعمل ايه بقى؟ انا عشان اخد قرار زي ده محتاجه مكان هادي عشان اقعد افكر فيه. ايه رايك اطلع السبا اعمل مساج؟ سبا ايه ونيلة ايه دلوقتي؟ خلينا نخلص. شريهان انا مش مصدقه اصلا ان انا واقفه في اوتيل. الاماكن النظيفه وحشتني قوي. وانا كمان وحشتني قوي. اوعدك اول ما ناخد الفلوس هنبلبط كده في السبا. يا جماعه يا جماعه، احمد فهمي اهو. ازيك؟ اخبارك ايه؟ بس انت ايه؟ ولا يهمك خالص ولا يهمك. اهلا، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ تمام؟ الحمد لله. اوكي طبعا. ميرسي جدا. طب هنعمل ايه؟ بص انا عندي فكره وربنا يسامحني عليها. انت هتاخدي شريهان وتروحوا الحفله ورا احمد فهمي، وانا هطلع انا وهاني فوق الاوضه بتاعته هنجيب العدد. طب انت هتعرف رقم اوضته منين؟ دي بقى سيبوها عليا انا. ايوه هتعمل ايه؟ مالكيش فيه بقى، انت بس اعملي اللي قالك عليه، خليكم ورا احمد فهمي، واول لما تلاقوه طالع على الاوضه بتاعته كلمونا على طول. اوكي يلا. احنا هنعمل ايه؟ مالكش فيه بقى. ايوه ايه اللي ماليش فيه؟ قول لي هتعمل ايه عشان هنرتجل. طب يلا نرتجل. ماشي بس خليك معايا. ايوه انا هروح فين؟ ما تجاريني في اللي انا هعمله. ماشي اخلص. انت هتسرق ورد؟ على فكرة يا هاني ده ورد مش بطاطا، على ورقة الجنون دي. الله بالخير. أهلا وسهلا يا فندم. حياك الله. أهلا وسهلا. أبي أعرف غرفة الفنان أحمد فهمي. وأنا أبي فوق الشجرة. لا تؤاخذه، يعشق الكوميديا، نسميه عندنا الخليج كوميدي. هو في الدور ال 23 غرفة رقم خير يا فندم. لا كنت هتكون رقم كام؟ رقم أيوه بس أنا كنت عايز أتشرف بحضرتك. تتشرف بينا. اني اني اسمها اني. انا الامير محمود سليمان، امير نزلة السمان، وهذا شيخ العرب همام. ايوه ايوه ايوه. طب ما تقول له ايه؟ طب بص دي ايوتش ايوتش ايوتش. معنا هدية من أمنا الشيخة نعسانة، نبي نعطي هذه الورود النادرة الوجود للفنان أحمد فهمي. وهي فين يا فندم؟ هي معاكوا هنا؟ يقول لك الأميرة نعسانة. نعسانة كيف تسوي نعسانة؟ طيب مفيش مشكلة، هيكسبها لنا وإحنا هنوصلها. نسيب الورود هنا يصير هذا؟ والله ما يصير هالكلام. ما يصير هالحكي. تبوظوها، هذه ورود رقيقة تحتاج معاملة. طيب هستأذنكم بس أسأل المدير وأجي أرد عليكم. أخويا تشيك مع المدير. تشيك. هيا ايه رايك؟ ايه رايي ايه خيو؟ انت بتقول ايه؟ ده مش خليجي. ده خليجي 100%. احنا ما بنقولش خليجي، ما تكذبش على نفسك. خليجي والله يا ابني، انا 7 سنين في جامعه الدول بلقط الخلايجه واقعد اتكلم معاهم. ودي انت بتلقط ناس كتير فبتقول كله مع بعضه فخفخينا. طيب ما احنا كنا بنقعد عند فرغالي بشوفهم هناك. انا اسف جدا يا سمو الامير، مش هقدر اديك رقم غرفه الاستاذ احمد فهمي. كيف ما تسوي رقم احمد؟ عايز ابقى الحقيقه. نعم المدير قال لك مو يصير الحقيقه. قال مو يصير. هو المدير خليجي حبيبي؟ أكيد ما قال لك مو يصير. كيف تشوف؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحيتنا هي السلام كما ترى. كان يا مكان يا سعد يا إكرام، معك الأمير فلان ابن علان. لا ده أمير في 1000 ليلة وليلة. لا في مملكة كليلة ودمنة. ابن الأميرة ندمانة بنت علانة. ندمانة بعد ما جابتك طبعا. ندمانة من ساعة ما اتزوجت أبي. وخليك في حالك. معي ورود من أجود وأنظر أنواع الورود والزهور، أبي أن أعطيها للفنان أحمد فهمي. أخوي المدير قال مو يصير. ليش ما يصير؟ مو يصير وبعدين إحنا جايين الأول. شنو جيت الأول؟ أنا جاي بعدك وأخدش قبلك. كيفتش؟ يا أخي يرحمكم الله. كيفتش؟ اعدي يا أخي خد علاج. مو ينفع مو يصير واحنا جايين الأول، وبعد عننا يا قاطع الطريق يا وجه الكنجرو. أنا وجه الكنجرو؟ إي نعم. وتضرب الكرش؟ نعم. هذه إهانة ما يمحوها إلا الدم. نعم الدم. خذ سلاحك. وينه؟ خذ سلاحك. العزة لنا ولا عزة لك. وإذا بقى يا جماعة من فضلكم اتخانقوا على جنب شوية. احنا مو نتخانق، احنا نتعارك. وايش دخلك انت؟ طب معلش اتعاركوا على جنب شوية. احنا مو نتخانق، احنا نتعاتب. نعم. طيب معلش اتعاتبوا على جنب شوية من فضلكم. نتعاتب على جنب، نتعاتب. تعالوا نتعاتب خلف الجبل. هيا بنا خلف الجبل. هيا بنا. أين الجواب؟ منك لله يا شيخ، بوظت لنا المصلحة. مبسوط دلوقتي يا عم ضحي؟ ضحي؟ أنت إيش عرفك إن أنا ضاحي؟ يا سلام يا أخويا، أنت حويت أنت قوي يعني؟ يا ابني ما أنت زي ما أنت، شنبك هو وشعرك هو وأدائك هو، البورسعيدي زي الخليجي. لا ما شفتنيش في الصعيدي والحجالة، أجنن. ما شفناش يا سيدي. بصوا بقى من الآخر، أنا عارف إن أنتوا جايين عشان خاطر العدد، وأنا كمان جاي برضه عشان خاطر العدد، فناخد العدد وبعد كده نتصافى. طيب وأنت هتعرف رقم الأوضة منين؟ دي شغلانتي أنا ولا مؤاخذة. طب ولا مؤاخذة إحنا إيش ضمنا اللي الكلام اللي أنت بتقوله؟ يعني لما نجيب العدد مش هتاخده مننا زي كل مرة؟ هادئ. خلاص خشوا أنتوا الأوضة وجيبوا العدد وخلوه معاكم، وبعد كده هيبقى يحلها يا ربنا. طيب ماشي، ممكن نتكلم خليجي شوية عشان ما نتفقس؟ عشان أنا حاسس إن إحنا من سينا مش من الخليج. خلاص نغني أغنية خليجي لحسين الجسمي. أما براوة براوة أما براوة، دور حبيبي طراوة آخر طراوة، قلت حبيبي ملانا عطشانة يانا. أنا سبونجي بوب، أنا سبونجي بوب، أنا سبونجي بوب، سفنجة ودلوني. أنا سبونجي بوب، أنا سبونجي بوب، أنا سبونجي بوب، أصفر كموني. أنا سبونجي بوب. الفراشة البيئة دي، ده لو كان الواد هاني هنا كان زين العيد ميلاد ده حلاوة. والنبي يا شريهان اسكتي انتي وهاني بتاعك ده. الواد وانا بكتفه ايديه اتحشرت في زوري. وانت اللي كنت عمال تعضني؟ يخرب بيتك، هو انت؟ معلش بس الحمد لله لبس الواد قضانا احنا الثلاثه. عملنا كوي بيست. شيرين. عم دهب قاعد هناك. فين؟ اهو هناك اهو. هار سويت. طب اتضايق بقى لحسن يعرفني. ايه اللي جابه ده؟ بصوا بقى، ادي كشف بارقام الغرف واسامي الناس اللي نازله فيها. ثانيه واحده معلش. المدام. ده وقته ده وقته. الو. ها شوش. اياض يا هاني، بقول لك ايه، خلي بالك عشان عم دهب هنا. ما انا عارف، ما هو ضحي معانا. ضحي بيعمل معاك ويا الله يخرب بيتك. ما تقلقيش، على فكره الواد ده طلع محترم وغلبان وعمال يساعدنا من الصبح. اياض ما هو كل مره بيقولوا كده. اياض ما تقلقيش، المره دي امان. يا هاني اسمعني يا هاني، ما ينفعش تعمل كده. شفتي بقى هاني اللي انت فرحانه بيه؟ استني بقى دلوقتي يا نيللي، بقول لك ايه، هو البوفيه هنا اوبن ولا علب؟ علب يعني ايه؟ بوكسس. انا اتغيرت. بصوا بقى، ادي كشف بارقام الغرف واسامي الناس. لا مؤاخذه، تليفون. عايزين نخلص بقى. الو. بقول لك ايه، خلي بالك نيللي وشريهان هنا. ما انا عارف، ما هو هاني وسيف معايا. الحاج بيعملوا ايه يا متخلف انت؟ ما تقلقش، ابو الدهب ايه كله تحت السيطره. سيطرة ايه وباب ايه بس؟ الله يخرب بيت مخك. وخلاص بقى ابو دهب ايه؟ الله، هو كل شويه شتيمه، مفيش حد ولا سكريه. مع السلامه ابو دهب ايه، عشان هخش الحمام، لا مؤاخذه يعني مزنوق. مع السلامه. يا ساتر. قال لك خلي بالك من هاني وسيف. بصوا بقى، ادي كشف. شتمك قال لك ايه؟ قال لي متخلف. طب عادي يا عم. بصوا بقى، ادي كشف بارقام الغرف. ما خلاص يا سيدي عرفنا. طب ادي الماستر كي اهو. ماشي. الأوضة رقمها 2305. طيب ده بقى أنا أخربش الكارت يطلع لي رقم، أدخله على الباب يفتح؟ دخله على الباب إيه ويفتح إيه؟ يا ابني أنت بتقول ده المفتاح. افتح يا جماعة، أنتوا هتروشوا. يا ابني ده المفتاح الممغنط. الإيه؟ الممغنط. طب خليه معاك أنت. في إيه ده ممغنط؟ ما أنت عيل ممغنط، فخليه معاك أنت أحسن. يا جماعة ما تمغنطوناش بقى. خشوا انتوا الاوضه سلكوا العدد وانا هقف لكم بره انا درجي، لو حد جه هخبط واجري. ايه المعياله دي؟ ايه ده؟ انت وانت صغير كنت تطلع عماره وتقوم مخبط على الباب ده وتجري تجري تخبط على الباب التاني وتجري والجيران يطلعوا يفكروا نفسهم هم اللي خبطوا على بعض. اه انت كنت بتعمل كده. ايوه صح، وكنت برمي بومب على راس الناس في العيد. انا كنت اتف عليهم والله العظيم. انت كنت بتعمل كده برضه تخبط وتجري؟ لا انا كنت بروح مع اصحابي، اروح ارن الجرس صحابي يجروا وانا ما بلحقش اجري بقى. اه كنت انت اللي بتلبسها. ايوه كنت بروح موجوع بس مبسوط. موجوع بس مبسوط؟ مش بقول لك علم مغمض، صدقتني. ما هو صاحبك انت وصاحب انا. يلا بقى خشوا وسلكوا العدد بسرعه. ماشي. بقول لك ايه، وانت صغير كنت بتجيب سلك المواعين تولع فيه وتعمل كده اهو. ايوه واجيب مسمار صلب كده واجرع بيه عربيات الناس كده. كنت مؤذي. ايوه مجرم مجرم. خلاص بقى خشوا بقى، يلا سلكوا العدد بسرعه قبل ما نتكشف. يلا يلا يلا. عارف انا يعني وانا صغير كان ليا واد صاحبي بيجيب بيرسول ويجيب ولاعه كده يطلع نار جامده جدا، اقسم بالله بجد وحياه ربنا ده واد رهيب قوي. لا اله الا الله. ايه ده؟ فتح فعلا الباب. ايوه فتح الباب. بقول لك انا الكارت ده يلزمني. هتعمل بيه ايه يعني؟ اصل انا لما بتاخر ابويا بيقفل الباب وانا بتسوح، فهتاخد ده عشان يفتح باب بيتكم الحديد ابو جنزير يعني، ده هيفتحه بالظبط. خده يعني ليه خالص؟ اه خده ليك خالص. على فكره انا في عيد ميلادك هجيب لك هديه. لا مش معنى انا جبت لك هديه تقوم انت جايب لي هديه، ده شغل بقى بتاع عيال صغيره، عشان ما تفتكرش ان انا عيل تنح ولا حاجه. انت اخويا يالا تعالى بس. اوبا شفت يا عم احمد فهمي قاعد فين؟ اه اوضه علاجه. اه الواحد بقى ايه يدور وهو رايق. بالظبط. يلا ندور؟ يلا بينا. انت يا عم بتعمل ايه؟ في ايه؟ بتعمل ايه؟ ما هو لازم لما ندور نقلب الاوضه كده. اه صح ايوه ايوه عشان نعرف نلاقي الحاجه. صح امال هنلاقيها ازاي؟ بالظبط. استنى اشوف الشنطه دي فيها ايه. ايه ده؟ عشان نحس ان احنا بندور لازم ننعكش الحاجات كده. ماشي ماشي عندك حق. انت بتعمل ايه؟ اقيسه يا رب يطلع على قدي. يا رب على قدي. ايه ده تصدق حلو عليك؟ بكتاب الله. خده. الله والله انت واد جدع. خد ده بقى اديه لخالك محسن. ايه ده؟ هيبقى عسل فيه. لا خلي محسن برضه هيلبس اخضر. طب خد خد ده اديه لمحسن. اه الاصفر حلو. انا عارف دماغكم. بس انت تعرف خلي محسن منين؟ إيه؟ مش انت حكيت لي عنه كتير؟ اه انا بنسى اصل معلش. شيل دول هنا ودول هنا، فكرني بيهم ماشي؟ ايه ده؟ ايه؟ ايه ده؟ هو مش احمد فهمي ده بتاع سمير وشهير وبهير؟ اه هو. امال ايه ده؟ هو ده تلاقيه بتاعهم هما التلاتة. ايوه هما التلاتة عشان كوميديين. ايوه صح. ممكن تلاقيهم بيعملوا بيه فقرة او حاجة. اوه يلبسوها وانت عارف. او ده بتاع شيكو بس على فكره. ايوه العسل ده. ايوه هاته نساوموا عليه ده. ولا هاني ايه؟ بص ده بقى يكبرك في الشتاء. قيسه كده حلو. مفيش تيشيرتات بقى كده عليها. هو احمد فهمي بيشتغل في بورسعيد ليه؟ معاه ايه ده؟ معاه باله في قلب